نظم مركز المؤيد لعلاج وزراعة الكلى بجامعة السلمانية الطبي الاحتفال بيوم الطفل الخليجي، ويأتي هذا الحفل لتسليط الضوء على الجانب الصحي والوقائي لفئة الأطفال، حيث أن الإصابات بالفشل الكلوي للأطفال في ازدياد مقدار 3 أضعاف في العام 2016. الزميلة إيمان شرف توافينا بالتفاصيل في التقرير التالي. كم من الروعة أن تبادر في صنع قالب من الفرحة يتذوقه كل من ألفوا طعم الألم في أبدانهم، وعاونتهم الإرادة للتغلب على أوجاعهم التي أوجدها ذاك الفشل الكلوي ليقاوموا هذا المرض، معلنين تمسكهم بالحياة رغم حداثة سنهم، ليطل عليهم من هذه اللفتة البديعة الاحتفال بيوم الطفل الخليجي تحت شعار نسعى لمستقبل مشرق لأطفال الفشل الكلوي. أعدينا لهذه الفعالية لنثبت للمجتمع أن أطفال الفشل الكلوي أطفال قادرين مبدعين، يمكنهم الاندماج مع الأطفال الآخرين، وبالفعل إحنا أطفالنا في المدارس وناجحين ومتفوقين. وطبعا احنا نأمل انه يعني في السنوات القادمة لما نعيد هذه الفعالية يكون عدد الأطفال قل. طبعا احنا طالعين للمجتمع عشان نبين للمجتمع ان الفشل الكلوي قد يصاب به الطفل والكبير، لان نظرة المجتمع ما زالت ان فشل كلوي كبار السن فقط، بينما هذه النظرة لازم تتغير، لان المسببات كثيرة وقد تكون وراثية، قد تكون مكتسبة، قد تكون بسبب عيب خلقي. وطبعا احنا بدورنا كقسم تمريض نرعى هذه الأطفال ونوفر لهم سبل الخدمة اللازمة. وطبعا احنا نمتلك أجهزة حديثة من أحدث الأجهزة نزلت على مستوى العالم. من مبدأ الوقاية والتوعية الصحية كان هو محور الفعالية، إذ إن أغلب أمراض الكلى لدى الأطفال ممكن تشخيصها وعلاجها في وقت مبكر، وبالتالي توخي مضاعفات عواقب وخيمة تؤدي إلى الفشل الكلوي، وخاصة بعد ازدياد حالات الفشل الكلوي للأطفال في البحرين ما يقارب 24 طفلا مصابا بالفشل الكلوي في عام 2016 بوحدة غسيل الكلى بمجمع السلمانية الطبي. فشل الكلوي لدى الأطفال، فالأسباب عند الأطفال تختلف عن الكبار، فمثل ما معروف بالنسبة للفشل الكلوي لدى الكبار أغلب الأسباب تكون ناتجة عن مضاعفات الضغط والسكر وإهمال الضغط والسكر فترة طويلة أو إذا كان غير مسيطر عليه، فهذه السبب الرئيسي في الكبار. الأطفال الوضع مختلف، يكون سبب الفشل الكلوي أن أغلب الحالات تقريبا 80% يكونون مولودين بتشوهات خلقية في الكلى، كوجود انسداد أو تليف أو وجود تضخم في الكلى، فبالتالي هنا الأسباب تكون مختلفة. أيضا هذه بالنسبة للأسباب المولودين فيها الخلقية، في أيضا أسباب مكتسبة، يعني كمثلا وجود التهابات بولية متكررة لم يتم علاجها بشكل صحيح، أو بسبب وجود ارتجاع ولم يعالج مثلا بالدواء أو بالجراحة، فيؤدي إلى حدوث مضاعفات وتليف في الكلى. فهذه هي الأسباب وطريقة اختلافها عند أسباب في الكبار. انعكاس ذلك سيكون إيجابيا على الأطفال الذين يرزحون تحت وطأة المرض، ورغم ذلك تجد في أنفسهم حكاية المحارب الذي لا يعرف لليأس طريق، ودائما ما تعجز التعاسة أن تترافق مع قوانين عيشها الذي يملأ محيطها الجميل البراءة والأمل. تحت شعار نسعى لمستقبل مشرق لأطفال الفشل الكلوي تنطلق هذه المبادرة من أجل تسليط الضوء على فئة الأطفال وكيفية الوقاية من مرض الفشل الكلوي وكيفية علاجه. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.